مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا إمام ويوسف التهامي مكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. زي ما قلنا لكم في الساعة الأولى من برنامجنا النهاردة ان هيكون منورنا ومشرفنا في الجزء الثاني من البرنامج بتاعنا الإعلامية ياسمين نور الدين المتحدثة باسم قنوات مدرستنا ومقدمة برنامج جروب الماميز. صباح الفل والجمال عليك يا ياسمين. صباح الفل, ازيك يا جو؟ الأخبار؟ الحمد لله. صباح الفل عليك يا ياسمين. صباح الجميل منورانا, ربنا يخليكي. ميرسي جدا جدا, مبسوطة ان انا معاكم النهاردة. والله شرف لينا بجد. احنا اكتر ياسمين, عايزين في الاول كده برضو تفهمينا كده وتشرحي اكتر برضو للناس عن قنوات مدرستنا. بص يا ستي, قنوات مدرستنا هي قنوات موجودة على الساتلايت وموجودة على القنوات الأرضية كمان, وموجودة سوشيال ميديا, وموجودة في كل بلاتفورم نفسك تدخلي هتلاقيهم. مين اللي عامل القنوات دي؟ وزارة التربية والتعليم. عاملاها ليه؟ للتواصل مع الناس. مين الناس اللي هم اللي بيتلقوا الخدمة التعليمية؟ من الآخر ده الكلاينت. ماشي, ان الوزارة دلوقتي بتقدم خدمة وهي التعليم, بتقدمها الكلاينت, في عايزة تبقى متواصلة دايما معاهم. الكلاينت بقى بتاع الوزارة هو مين؟ هو 25 مليون طالب وطالبة مصريين, يعني بنتكلم في حوالي 25% من الشعب المصري. هم دول الكلاينت بتوع وزارة التربية والتعليم. عايزة تتواصل معاهم, عايزة تتكلم معاهم, عايزة توصل لهم الخدمة بالطريقة المظبوطة, عايزة تقول لهم لما طورت التعليم اتطور ازاي وبقى شكله عامل ازاي, فتذاكروا ازاي, فتنجحوا ازاي. كل الكلام ده الى جانب انه مش بس الاولاد, انت عشان توصل لهم الخدمة التعليمية لازم تبقي متعاملة مع الأسرة طبعا, متعاملة مع الأمهات. فكمان دول الناس خصوصا الأمهات. فمحتاجة كمان تتعاملي وتتواصلي مع الأمهات, ومحتاجة تتعاملي وتتواصلي أخيرا مع المدرسين. لأن دول برضو حلقة محورية جدا طبعا. جدا يوصل لك ويوصل للأولاد التعليم بالصورة المظبوطة, يا إما هو نفسه يبقى مش قادر يعمل ده, فهو طول الوقت في تطوير كمان للمدرسين. كل ده بيحصل جوه قناه مدرستنا. في هم كذا قناه, مش قناه واحده بس, ثلاث قنوات. اوكي, ثلاث قنوات. طيب عايزين نعرف ايه الفرق بين قنوات مدرستنا وبين بقى القنوات التعليميه التقليديه اللي احنا واخدين عليها. بص, هو زمان طبعا وطول الوقت كنا من احنا صغيرين نشوف القنوات التعليميه هي قنوات دروس وبس, واللي يطلع المدرس يشرح الدرس وخلصنا على كده. اخرنا يعني بيكتب حاجه على بورد او على شاشه كده قدامه, ده اخر حاجه. قنوات مدرستنا ما هواش قنوات تعليميه وبس. انا اتكلمت حتى الاول ان هي قنوات تواصل. إذن أنا مش بقدم بس تعليم, أنا بقدم كمان ترفيه, بقدم برامج اجتماعية تخص الأسرة كلها. الفكرة من وراء تطوير التعليم حتى إنه التعليم ما يبقاش الصورة التقليدية النمطية بتاعة إن إحنا دايما بنلقن الأولاد هو كده واحفظوها كده. الموضوع في التعليم ما بقاش كده, وبالتالي كمان هم أولادنا أصلا هم حابين ده, حابين هم ما يبقوش بيتعلموا بالطريقة دي, فهم عايزين طول الوقت الإديوتينمنت اللي هو education through entertainment. انا هبقى تعليم بس عن طريق ترفيه. بالظبط كده. طول ما انا محافظة على ده مع الاولاد هيبقوا بيحبوا القناة وبيحبوا التعليم, وهو ده المهم. فهنا القناة بتقدم المختلف عن القنوات التعليمية التقليدية, انه مش تعليم بس ودروس, لكن كمان في ترفيه, في برامج, في كرتون, في مسابقات, في برنامج تاني ممكن يبقى تحدي العلوم مثلا. عندنا عبد الله عنان بيقدمه ده, ندخل المعمل ونعمل حاجات, وايه ده البنيه دي طارت ليه, وايه ده مش عارفه الغاز ده طلع ازاي, طب دي اتقل ولا دي, طب ما نجرب بايدينا. بيبقى معاه ولاد جوه الاستوديو بيعملوا ده, فانت بتلاقي ان المعلومه اللي اخذها الولد في الساينس من غير ما نقول ان دي المعلومه اللي في كتاب الساينس, هو عملها وشافها واستحاله ينساها. وكرتون زي ما قلت لكم بقى, مسابقات تنزل في رمضان, حاجات ان هي تعتبر ان هي قناه اسريه, حتى في اجازه الصيف الولاد ينفع يتفرجوا عليها جدا ويبقوا مستمتعين بكل البرامج اللي بتتقدم عليها. طيب نقدر نقول برضو يعني لما حصلت قنوات مدرستنا كان ايه الهدف بتاعها الاساسي؟ الهدف بتاعها الاساسي ان انا عايزه احتضن المواهب, عايزه انه لما يبقى ابني موهوب في حاجه ده ما بيتعارضش ابدا مع التعليم. فانا
ده ماشي كمان مع سياسة الوزارة. الوزارة برضو عايزة تبقى في الآخر هي المدرسة مش مكان تعليمي. الولاد يعني رايحين مضطرين وكل يوم الصبح في خناقة علشان الولاد ينزلوا. معاناة الأم المصرية بتشوفها. لا هي الموضوع ما بقاش كده. هو نازل عشان هيتبسط للي هيعمله هناك. عنده تفاعل وعنده بوردز هيعملها. هيعمل حاجات مع المدرس عليها ويعمل تجارب وهيعمل مش عارف ايه. بنفتح لهم قنوات مدرستنا جوه المدرسة دلوقتي بيشوفوها. ليها جزء في اليوم بيتفرجوا عليها. إذن اكتشاف المواهب ده حاجة مهمة جدا بتقوم على رعايتها طول الوقت قناة مدرستنا مثلا. بتقدم لهم حاجات جديدة تخليهم ان هم ما يبصوش للتعليم بالمنظور التقليدي برضو. لا هي في الآخر عايزة انه يبص للتعليم ان هي ده لايف ستايل يا جماعة. على بعضه كده هنتعلم وهنتبسط وهنلعب رياضة وهنعرف ناكل صح وهنعمل كل ده through او من خلال قنوات مدرستنا. طيب ايه الفرق بقى بين قنوات مدرستنا والتطبيقات التعليمية اللي ظهرت مؤخرا؟ يعني هل انتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا تقللوا من فكرة ان الشباب على طول التليفونات في ايديهم دلوقتي، فانتوا عايزين تخليهم مركزين اكتر مع القناة؟ يعني انتوا ضد التطبيقات التعليمية اللي بتطلع دلوقتي ولا انتوا ملكوش علاقة بيها؟ بص هي مش حكاية ضد، حكاية انه في الاخر انا عايزة اوصل لاولادي المعلومة الصح والشرح بالطريقة الصح. فانا كأم لما اجي انا بنتي مثلا السنه اللي فاتت كانت عندنا ثانويه عامه البعبع الكبير وهنعمل ايه وعندنا مواد ثقيله. يعني انا مش عارفه هتصدقوني ولا لا، بس والله بنتي ما خدتش ولا درس خالص. احنا اعتمدنا على الحاجات اللي الوزاره بتقدمها. الوزاره عامله منصات ماشي حل. فدخلنا على بنك المعرفه اللي هو كنز على فكره عند المصريين ومحدش يمكن كتير يعرفه. عليها فيديوهات وعليها دروس وعليها شرح وحاجات تقدر ان انت الولاد يحلوا اسئله فتطلع لهم انستنتلي صح ولا غلط الاجابه دي. كل ده الوزاره يعني موفره. اوكي الى جانب قنوات مدرستنا نفتح ونتفرج عليها. الى جانب انتوا عارفين الاولاد دلوقتي اصلا ما بقوش يعني مهتمين قوي بالتلفزيون، واللي عندهم فكرة كمان انه يفتح في الوقت اللي هو عاوزه على الدرس اللي هو عاوزه ده اسهل له. فانا ليه اربطه بشاشة التلفزيون ليها مواعيد وكده؟ طب ماشي، اللي مش عايز يرتبط بمواعيد وعايز حاجة تانية مش في جدوله كده ماشية معاه، افتح يا عم ابليكيشن اسمه مدرستنا بلس. ابليكيشن وعيالنا طول الوقت مع الموبايلات اسهل بكتير طبعا بالظبط. فهيفتح الابليكيشن هيلاقي برامج تعليمية وهيلاقي البرامج الترفيهيه، هيلاقي كل حاجه بتتقدم على قنوات مدرستنا في الوقت اللي هو عاوزه. يختار الحلقه اللي هو عايزها، افتح اتفرج وهكذا. حلو جدا. دي حاجه تخلي اولادنا يعني ما هو في ابلكيشنز كتيره قدامه بس انا بقى في الاخر بختار مدرستنا. ليه مدرستنا بلس؟ ليه؟ لان انا عارفه ان هي دي اللي باشراف وتحت رعايه وزاره التربيه والتعليم. عارفه ان المدرس، خلوا بالكم انه عندنا مشكله كده كبيره انه بعد ما حصل تطوير المنهج بتاع التربيه والتعليم المدرسين نفسهم اخذوا فتره كبيره علشان يتدربوا ازاي هيوصلوا المعلومه اصلا للاولاد. لغايه دلوقتي التدريبات دي شغاله. يعني هو اتس نون ستوب ثينج، لازم طول الوقت يبقى بيحصل ده. وفي العالم كله الناس والمدرسين لازم يبقوا بيتدربوا طول الوقت، لازم يبقى في تطوير علشان كل الحاجات اللي بتحصل جديده دي. برضو المدرس نفسه الموضوع ده مهم ليه جدا جدا جدا. فمين اللي يديني ختم الجوده؟ مين اللي ابقى عارفه لما نسال بعض يا جماعه انا عايزه مدرس ماث كويس لولادي بس عن تجربه وتبقي مجربه وبنتك ولا ابنك جاب جريد قد ايه معاه لما اخذ الدرس؟ طمنيني على كل حاجه. احنا بقى مش محتاجين نعمل ده خلاص تاني خلاص. احنا بس نفتح ابلكيشن مدرستنا بلس او نتابع قنوات مدرستنا هنبقى شايفين دول احسن مدرسين، دول اللي بيشرحوا صح بالطريقه الصح باللي يخلي ولادنا يجيبوا الدرجات صح. لسه هنفضل مكملين معاكم، لسه منورانا ومشرفانا الاعلاميه ياسمين نور الدين متحدث باسم قنوات مدرستنا ومقدمه برامج جروب الموميز. ومع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني في عيش صباحك ولسه منورانا ومشرفانا الإعلامية ياسمين نور الدين متحدث باسم قنوات مدرستنا ومقدمة برامج جروب الموميز. ياسمين عايزين بقى نتكلم عن جروب الموميز بقى. جروب الموميز الجروب أكتر جروب اسم الجروب عامل مشكلة في كل حتة. ازاي بقى يعني ازاي قنوات مدرستنا
بتتعامل بقى مع الموضوع ده وازاي يعني بتريح جروب الموميز من الاخر كده. ما هي دي الفكره. هو احنا ليه عملنا البرنامج؟ هو ده برنامج موجه للام. ليه يا جماعه نعمل برنامج اسمه جروب الموميز؟ علشان اللي انت بتقوليه ده، عشان عاملين الناس كلها بتقلق جروب الموميز. لا، الواحد بقى يبعد عنه. نبعد عنه ليه؟ ده هو ده يعني حاجه مهمه جدا، والولاد والبنات قايمه حياتهم على اللي بيحصل على جروبات الموميز على فكره. صح. وبالتالي هي بس عايزه شويه ظبطه. يعني احنا مشاكلنا ايه في جروبات الموميز؟ انه مثلا كلام غلط بيتقال عليها، اشاعات ممكن تتسرب او يعني تتقال وتتنشر بين الناس عشان هي اتقالت على جروب موميز، فحد صدقها فبدا ينشرها. القلق والخوف، وساعات بيحصل بانيك. يعني ممكن ام واحده بانيك تتسبب ان الجروب ده كله يحصل له بانيك رهيب، تنشر الزعر ده بين الناس كلها. بالظبط. والمنهج ده صعب، والامتحانات هيجي تعجيزي، ومش عارف كل الكلام ده ليه. علشان هو محتاج كده يعني حد يقعد معاهم يقول لهم يا جماعه لا، اطمنوا يا جماعه، الصح كذا بس. فاحنا جروب الموميز بتاعنا هو ده، هو ده، هو ده الجروب اللي بيطمن، اللي هيقول الصح من الغلط، اللي هيقول الاخبار اول باول، اللي لو عندك سؤال هنجيب اجابته، لو عندك شكوى هنوصلها للمسؤول. هو ده جروب الموميز. يعني هو بيتناول المشاكل او الاحاديث اللي بتحصل على جروب الموميز على الواتساب، والحاجات اللي بتنشر الاشاعات والزعر والحاجات دي كلها، انتوا بقى بتعالجوها. صح. بشكل مختلف بالمضاد الحيوي بتاع اللي هو احنا هنعمل ايه. احنا هنكذب الاشاعات دي، لو هي في حاجه صحيحة هنأكد عليها، لو في حاجة الناس خايفة منها فإحنا هنطمنهم. فده هدف كده. برنامج جروب الموميز غير اللي بيبقى على الواتساب. طبعا طبعا. وعندنا دايما التربية، يعني هي التربية والتعليم. أنا عندي التربية رقم واحد في البرنامج. بقى طول عمرها بيتقال لنا كده. لا بس احنا بقى بنتعلم عندنا. تربية بتيجي قبل التعليم. صح صح. احنا بقى بنسترس على ده، عشان المشكلة إنه الأهالي دلوقتي شايفين إن التعليم ده رقم واحد، ولازم العيال يتعلموا أحسن حاجة، وده أكيد وواثقين في إنه ده مهم. بس كمان التربية يا جماعة والشخصية يا جماعة، دي قبل أي حاجة. بالظبط. ما كسرش بقى أنا في شخصية ابني، عشان لازم تطلع الأول. الأول وهو ما عندوش شخصية أو شخصيته ضعيفة، مهزوز بيقلق، يبقى ما عملتش حاجة أكيد. صح. فجزء التربية ده بنسترس عليه قوي قوي في البرنامج. بيجي لنا متخصصين تربية، متخصصين في النفسية، متخصصين أطباء بقى الصحة والتغذية، إزاي ابني يأكل كويس، طب لو بيلعب رياضة محتاج إيه، طب ينظم وقته إزاي، طب الأم تنظم وقتها وما تنقلش ستريس اللي عندها لأولادها إزاي. كل ده عندنا في البرنامج. هايل والله، مهم جدا الموضوع. طبعا. مفيش جروب البوبيز، ولا البوبيز ما بيتدخلوش في الموضوع؟ لا على فكرة بيتدخلوا. على فكرة وساعات بنفرد لهم المساحة ان هم ييجوا عندنا. والله ممكن برضو، يعني بنديهم برضو حقهم يقولوا رأيهم. يعني مفيش مشكلة. لا علشان حقيقة انه لازم فعلا الاب يكون موجود في الموضوع. صح. ده ما ينفعش يبقى كل حاجة على الام. أكيد. والاب بيعمل توازن في الاسرة. طبعا رهيب. حتى لو مش قاعد معاهم، حتى لو في ظروف عائلية، مسافر، مش موجود لأي سبب، الأب لازم يكون دايما إيده في التربية مع الأولاد، وساند الأم وساند الولاد، و ما يبقاش الحمل كله مرمي على الأم. طبعا لازم يبقى متابع ولازم يبقى موجود، لانه ده بيعمل بالانس نفسي مهم قوي. اكيد طبعا. طب ازاي الناس اللي حابه تتواصل معاكم بشكل مباشر ازاي يعملوا كده؟ يعملوا كده عن طريق السوشيال ميديا الجميله اللي هي يعني موجوده معانا في كل موجوده في كل حته، واحنا اللي مزاجنا بنستخدمها حلو يا بنستخدمها مش حلو. صح. فاحنا بنستخدمها حلو. نتواصل مع قنوات مدرستنا، موجودين على فيسبوك، موجودين على انستغرام، موجودين على تويتر، موجودين في كل حته. عندنا سوشيال ميديا تيم يا جماعه والله ساحر، بنسميهم ان هم السحره، لان هم بيردوا بسرعه جدا، بيودوا على طول اي شكوى اي سؤال للجهه المختصه، برنامج او الوزاره على طول او whatever، بيودوا على طول اي رساله تجيله مش بيسيبوها. فهي بتبقى اللينك أو حلقه الوصل بين الناس وبين الوزاره وبين والبرامج والقنوات، قنوات مدرستنا. كتير مثلا احنا بقينا بجد مثلا جروب موميز مثلا، يعني انه كتير بيجي لنا ثرو السوشيال ميديا، يا جماعه انا عندي ابني موهوب جدا في كذا وكذا، ما تشوفوه، طب ابعتي، فتبعت لنا فنشوف فنحييه وننشر حاجته، وممكن نوصله بحد يكون بيدعم وبيراعي المواهب. بنعمل ده مع بعض على طول، تعرضوا الموهبه دي وتشوفوا وتساعدوا. لو حد عنده مشكله كمان مثلا معينه، حتى مشكله اسريه مأثره على الطفل في مذاكرته او حاجه، ده برضو انتوا عندكم الدعم النفسي والحاجات دي؟ طبعا بيحصل. وبيبقى في كل الفقرات اللي معانا متخصصين بنجمع الاسئله بتاعت كل الناس، مش شرط ان يبقى سؤال متكرر عشان اخده. ممكن ان شاء الله واحد بس بيعاني من مشكله معينه
هاخد السؤال وممكن ابني عليها فقرة علشان لازم كل واحد يلاقي الإجابة على سؤاله أو استفساره. لازم يبقى طول الوقت ده يعني خدمة موجودة عندنا أكيد في القنوات. طب حلو يا ياسمين بتأكد هو إنهم بيشوفوا كل الأسئلة وكل الشكاوى وكل حاجة، إن في ناس تقولك إحنا أكيد هنبعت ومحدش هيهتم. لا خالص، جربوا كده هتلاقوا إنه في ناس كتير قوي بتهتم والرد بيبقى سريع كمان. حلو جدا، حلو جدا. طيب احنا هنطلع نسمع اغنيه دلوقتي، علمونا في مدرستنا. الله بالنسبه ان يعني الاعلاميه ياسمين نور الدين المتحدثه باسم قنوات مدرستنا ومقدمه برنامج جروب المامز منورانا ومشرفانا هنا. اللي حابب يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015 5952 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يلا بينا. انتم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين ولسه معانا الإعلامية الجميلة ياسمين نور الدين، وبنتكلم عن قنوات مدرستنا وبنتكلم عن برنامج جروب الموميز. كمان في أسئلة كتير قوي ياسمين جاية لنا، اسمحي لي بس أقرأ لك سؤال. طبعا. في حد بيقول اللي عنده محتوى مفيد للطلبة إزاي يتواصل مع المسؤولين في القناة وهل ده متوفر ولا لا؟ متوفر جدا، وينفع يبعت لنا على صفحة البرنامج في المسجز على طول، بياخدوا الحاجة وبيودوها لإدارة القناة وبتتشاف، وبيحصل على فكرة تعامل مع ناس بعتولنا فعلا حاجات زي كده. وعندنا في جروب المامز الحقيقة بنعرض كمان محتوى للناس مثلا اللي هو بينشروا حاجة على صفحاتهم، مثلا محتوى يكون مفيد بنراجعه ممكن لو شاكين بنوديه المتخصصين، هل الكلام ده علمي، هل الكلام ده مظبوط، لو تمام بنعرضه حتى جوه البرنامج عندنا كمان. كنت لسه اسألك على الجزئية دي، مين عامة بيحط المحتوى عندكم ومين بيراجعه عشان يضمن الجودة بتاعته؟ صح، ده مهم قوي برضه عشان الناس تطمن. احنا عندنا زي ما اتفقنا نوعين من المحتوى، محتوى تعليمي طريقة الترفيه ومحتوى ترفيهي وبنتعلم منه برضو حاجة. فالمحتوى التعليمي ده تابع لوزارة التربية والتعليم، هي اللي بتراجعه، وعندها شركاء كمان في وضع المناهج، عندنا لونج مان، ديسكفري إديوكيشن، ناشونال جيوغرافيك، كلها مؤسسات عالمية. واحنا بنحب محتوى من واحنا صغيرين، لما كنا نتفرج عليه نقول الله يا ريت تعليمنا يبقى كده. لا تعليمنا بقى كده على فكرة، ومتمصر خلي بالك. احنا مش واخدين حاجة زي ما هي، متمصرة معمولة بشكل مصري شبهنا وشبه البيئة بتاعتنا وشبه ثقافتنا وكل حاجة، وبطريقة حلوة قوي. فده بيحصل انه بيتم وضعه عن طريق الوزارة والمؤسسات المشاركة ليها، وبيتم بعد كمان تصويره وعمل الحلقات وكده، بتروح تاني للمراجعة عشان يتأكدوا ان الحاجة اتعملت مظبوطة according للمواصفات. ده الجزء التعليمي. الجزء الترفيهي بقى في عندنا تيم للمحتوى، تيم كويس جدا، يعني انتوا مش هنشغلين في الميديا لو قلتلكوا اسم الناس اللي في التيم، انتوا عارفين انهم كلهم اسامي كبيره قوي في المحتوى. بيعملوا دايما افكار بره الصندوق، خليني اقول لكم يعني ده بجد حاجات مبتكره على طول جدا. جدا. وبيتم برضو مراجعتها من متخصصين، لانه ما ينفعش ابقى بعمل حاجه ترفيهيه بس يروح طالعه كلمه مثلا فيها تنمر طبعا، او فيها خلط ما بين مفهومين. يعني كان مثلا عندنا حلقة من الحلقات كنا بنتكلم عن التعاون versus المسؤولية، فلقينا انه عشان لو عايزة اعلم اولادي انه يساعدوا ماما في البيت ازاي، ان ده يبقوا عارفين ما هو ان دي مساعدة فانا بساعدها، ولا لا دي مسؤوليتي ان انا اعملها. انا مش بتفضل على حد بحاجة، في الحاجات الصغيرة دي. ايوه جدا. واحنا بنتعلم واحنا بنكتب في الكونتنت والحاجات دي، والله بنلاقي نفسنا بنتعلم حاجات وبنطبقها طبعا على عيالنا. انتوا لسه بتتعلموا معاهم برضو من اول وجديد. ده بيأكد على فكرة التربية اللي انتوا بتبقوا حريصين جدا ان انتوا تظهروها في المحتوى اللي انتوا بتتناولوه مع الناس. لا اكيد. ازاي بقى بيتم اختيار المدرسين اللي بيقدموا المحتوى؟ بيتم اختيارهم طبعا عن طريق نفس الجهات اللي حط المنهج، الوزارة ومعها المؤسسات الشريكة. لازم اي حد بيتقدم للقناة بيتعمله زي تست، وبيتشاف ايه جدوله، ايه اللي هو عايز يقدمه هيقدمه ازاي، وبيتم مراجعة كل ده من المؤسسات الشريكة ومن وزارة التربية والتعليم.
وعايزه اقول لك انه لو بنوصل حتى لدرجه ان احنا صورنا حلقه والحلقه طلع فيها حاجه مش مظبوطه عمرها ما هتنزل لو فيها ثانيه مش مظبوطه، فبتتراجع مره واثنين وثلاثه علشان يبقى دايما في تاكد ان المحتوى نازل مظبوط وبتشرح بالطريقه المطوره مش بطريقه التلقين. عايزاكي تتفرجي يا فانا بما ان انت كمان عندك لاقيني اكتر واكتر. لا انا بجد يعني متحمسه جدا ان انا اشوف كل لازم تتفرجي وتقولنا رايك. بتلاقي كمان على فكره الدروس مش بتتشرح كمان ان احنا واقفين في الفصل وبس، احنا معانا سمارت بورد وفيها تفاعل، في هتلاقي ستيكي نوتس وحاجات والمدرس بيشرح وبيكتب وبيعمل الوان، اللي هو كانك بتعلمي الاولاد انتوا لما تيجوا تذاكروا الكلام ده على فكره ينفع تعملوا الحاجات دي بالطريقه دي. لازم بيعرضوا حاجات محتوى مثلا من بنك المعرفه لانه مفيد قوي وحلو قوي وفي كرتونز وحاجات لذيذه، فبتلاقي انه الحصه التعليميه يا ده برنامج لذيذ وانت بتتفرج عليه من غير ما يبقى عندنا حاجه في المنهج ده اصلا. ولسه كنا بنتكلم كمان فتره الكورونا الاطفال كلها يعني حصل زي دروب كده وكله بقى قاعد قدام الشاشات، فحلو قوي ان انتوا التعليم بقى ابسط والذ وقدامهم معاهم 24 ساعه يخشوا عليه وقت ما يحبوا، يكون في لعب وتعليم في نفس الوقت، فدي احسن حاجه لاي طفل. اقول لك على حاجه بقى يعني مفاجاه يمكن ما اعرفش الناس واخده بالهم منها ولا لا، القنوات طلعت اول ظهور ليها كان في فبراير 2020 قبل اللوك داون بشهر. سبحان الله. وبعدين خلي بالك من حاجه، انتوا عارفين اي قناه عشان تطلع بيتحضر قبلها بقد ايه علشان تطلع، فده كانت كانها نظره مستقبليه رهيبه محدش كان متوقع ان احنا نحتاج لها بالسرعه دي. القنوات طلعت من هنا وكانت منقذ حقيقي لاسر كتيره جدا. اللوك داون او يعني فكره الكورونا جت في صالح، يعني مش عايزين نقول يعني للاسف هو حاجه اكيد الوباء حاجه صعبه جدا، ولكن هي حاجه خدمت شويه على انتشار المحطه بما ان الناس بقى قاعده في البيت وعايزين ان هم فكره يبقى اولادهم في حاجه بيتواصلوا بيها مع الحاجات التعليميه اللي هم كانوا بيدوروا عليها، فاعتقد دي حاجه من الحاجات اللي خدمت قنوات المدرسه. نقدر نقولها انه بالعكس انه القنوات طلعت في وقت الحمد لله انها لحقت مشاكل تانية كانت ممكن تظهر بسبب الكورونا، يعني مدارس الانترناشنال في مصر بلاش مصر، الدول التانية اللي بره كان عندها أزمة حقيقية في التواصل مع الأولاد لأنه الأولاد ما كانوش متعودين، حتى الكبار مش متعودين يعني إيه يفتح لابتوب والمفروض إن هو يسمع بقى شرح المدرس وكده، كان في أزمة. فأنا لما كان عندي الحل من بدري معمول لا أكيد يعني نفع وفرق كتير مع الناس يعني. طيب عايزين نعرف كمان القنوات التلفزيونية تقدر تنافس الأبليكيشنز اللي الأولاد بيفضلوا يستخدموها على تليفوناتهم إزاي؟ ما عن طريق بقى مدرستنا بلس، مدرستنا بلس الابلكيشن بتاعنا. ايوه احنا كنا عشان قلنا شويتين ثلاثه اكتر من اللي هتقفل الدش هتقعد على التليفون ورا يعني احنا دايما نقول ايه يعني التلفزيون الارض اللي هو ابو اريال ده اللي هو موجود بقى في كل حته، اللي هو يعني في ابعد حته في ابعد قريه في مصر هتبقى لقطه قنوات مدرستنا. طيب في دش موجود ماشي تمام احنا موجودين على الدش. طيب في انترنت كمان يا سلام، ادخل بقى على السوشيال ميديا وادخل على اليوتيوب وافتح مدرستنا بلس وعيش حياتك وهات الكونتنت والمحتوى اللي انت عايزه. بمناسبه السوشيال ميديا وتواجدكم على السوشيال ميديا، كان معانا خبر من فتره بيقول ان في احد الجامعات بره بقت تدخل التيك توك مثلا والسناب شات والحاجات اللي الطلبه بيستخدموها كتير بيعملوا المحتوى التعليمي عليها. ما تفكروش في يوم من الايام ان انتوا تستغلوا المنصات دي في صالحكم؟ طبعا جدا، ليه لا، لانه اي حاجه توصلنا للاولاد هنعملها فورا، عشان كده احنا موجودين فعلا على السوشيال ميديا بلاتفورمز، وبينفع جدا ان انت تقطع التقطيعات الصغيره دي، يعني انت هتلاقي ريلز لينا كتيره هتلاقيها، افتح كده على السوشيال ميديا تلاقي من جروب الماميز، هتلاقي من عندنا برنامج اسمه ازاي، هتلاقيه برضو ازاي ده بيبقوا متخصصين بيجوا يتكلموا في ملفات معينه عن صعوبات التعلم مثلا. ده برضو ملف مثلا انا شخصيا مهتمه بيه جدا لانه بيجي لي رسائل كتير من الامهات يقولي عندنا اولادنا عندهم صعوبات تعلم ومش عارفين نلاقي المدرسين في المدارس اللي يسندونا فعلا في حاجه زي كده. فده ملف مثلا بنحتاج ان احنا نتكلم فيه كتير في قنوات مدرستنا، انه في البيت ازاي يسند اللي عندهم صعوبات تعلم، صعوبات تعلم اللي هو ممكن يبقى ديسلكسيا، مشاكل في الكلام، ممكن يعني استيعاب الدروس تكون على مستوى ابطأ شوية من مثلا زمايله،
فمفيش مشكله. ما هو الدمج موجود في المدارس، اذا الدمج كمان موجود في البرامج، موجود في السوشيال ميديا بلاتفورمز، يقدر نوصل لكل الناس بكل الطرق، المهم يوصل لهم الخدمه عليها. هايل. طيب وقت الاجازات بقى ياسمين بيكون يعني هم للاسره كلها، ان هو يعني الطالب هيقعد وهينسى كل المعلومات وكل الكلام ده، بيبقوا عايزين يشغلوهم في حاجه. هل القنوات بتقدم حاجه وقت الاجازات؟ عندنا جريد جامده جدا في الاجازات طبعا. يا ريت تشرحيها لنا. ما اتفقنا مش هنسيب الولاد خالص طول السنه، هو لازم يبقى مرتبط بالقناه وحابب، لان احنا متفقين ان التعليم ده جزء من حياتنا، اسلوب حياه كده كده بالظبط. فما ينفعش ان انا ابقى يا خلصت بقى من التعليم فانا هقعد بقى كتب بقى واريح وكده. ايوه الاحساس ده برده كان بيبقى لذيذ واحنا صغيرين نعمله. بس ليه بقى؟ علشان كان التعليم تقيل، يعني تقيل علينا بطريقه التدريس دي. فلا احنا طبعا في الاجازه عندنا محتوى تاني بقى، ممكن بيطلع في سيزونز كده بتاعه الاجازه، محتوى للاطفال برضو، يعني بيبقى عندنا برامج مخصصه للاطفال، بيبقى عندنا حاجات بقى، برامج تانية مش تعليميه، انه منهج سنه رابعه بتاع الساينس هيبقى نازل، لا تعليم بقى حاجات تانية، تعليم مثلا اللغات. ما احنا انت عارفه دايما الامهات تحب ايه، انا هدخله كورس مثلا انجليزي في الصيف، او لغه مش بياخدها في المدرسه، طب ما هديها له في الصيف. فلا انت مش محتاجه تنزليه سنتر ولا حاجه، انت محتاجه تفتحي قنوات مدرستنا برضه، بتلاقي كورسات للغات. خلاص هي مش ماشيه بقى بسنه دراسيه، هي ماشيه بمستوى كانك في سنتر تعليم لغات. فعندنا برنامج اسمه تعلم، تعلم ده بيقدم لغات، بيقدم مثلا ايه اخر لغه ممكن تفكر فيها يا جو انت شخصيا تحب تتعلمها؟ انا نفسي اتعلم اسباني، مش اخر لغه، نفسي. دي اول لغه نزلت عندنا بجد. يلا اشتح بخيالك اكتر كده، يعني اكيد في بقى ياباني وصيني والحاجات دي، ولا سيني. سيني جدا جدا. هو ده بيقول لك، يعني ما هو المستقبل كله والمصانع والشركات الثقيله، ده حقيقي. صيني هتتعامل ازاي معاها لما اولادنا يكبروا يبقوا عايزين يشتغلوا؟ لازم يبقوا صيني. لا نتعلم ده شغل على كبير، شغل على كبير جامد. طب ليه قنوات مدرستنا بتشوفها دلوقتي بترعى بعض الفعاليات والمسابقات؟ علشان المواهب اللي عند اولادنا ما ينفعش تفضل مردوم عليها، ما فيش ولد او بنت في الكوكب كله ما عندوش موهبه، ولو انا عايزاه يطلع عالم هو مش هيكون عالم وناجح ومركز في شغله غير لو هو بيرعى موهبته. لو عنده وقت فراغ هيروح يرسم، هيروح يقرا، هيروح يسمع مزيكا، هيلعب آلة موسيقية. فدايما يعني بنضمن ان البني آدم ده حياته وجودة حياته كويسة لو هو عنده موهبة، واحنا بنرعى موهبتها دي من كل الجوانب، مواهب، تعليم، تربية نفسية، كل حاجة، يعني كل حاجة ممكن تكون موجودة. طيب انا عايزة اكمل لكم برنامج تعلم، عشان هو مش بس لغات، يلا بي. في تعلم شطرنج، اوكي، ترفيهية، تعلم شطرنج، في تعلم برمجة، اوكي، في تعلم للرسم. فتعلم ده ماشي معانا في حاجات كتير، مش هتقعد فاضي، مش هتلحق تبقى فاضي خالص. وبعدين بقى ايه، احنا بنجيب بقى اولاد بقى كمان يكونوا يعني شطرنج، يعني لا ده ما كانش عندهم خالص اي باك جراوند عن الشطرنج واتفرجوا على البرنامج، لا بدأوا يلعبوا شطرنج ويلعبوا بعض في البيت وعايزين يحسنوا نفسهم. طب عايزين نتدرب، طب ايه مسابقات الشطرنج؟ بدأ يبقى الولاد منتبهين لده. هايل، حلو جدا، هايل. طب يعني للأسف وقتنا بيخلص، بس عايزين برضو ياسمين تأكدي بس للناس على فكرة ان انتوا لو مش هتعرفوا او مش متاح ليكم ان انتوا تتابعونا على النايل سات، تقدروا تتابعون كمان عن طريق السوشيال ميديا او كمان عن طريق الابليكيشن مدرستنا بلس. صح كده؟ صح كده. في اي حاجة تانية؟ وموجودة على الاريال كمان، القنوات الارضية عليها مدرستنا 1 و2 و3، مدرستنا 1 للابتدائي، مدرستنا 2 للاعدادي، ومدرستنا 3 للثانوي. طيب ياسمين تنورتينا والله الاعلاميه. ياسمين نور الدين متحدث باسم قنوات مدرستنا ومقدمه برنامج جروب المامز، نورتينا وشرفتينا والله، واكيد هيبقى لينا انترفيوز ثانيه كتير ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، ليكي دايما. نسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد، وهنشوفكم بكره في ميعاد جديد ويوم جديد، وصباحكم زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.